حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. يوم الخطبة وصل وكيحمل معاه الكثير من الأحداث. لالا نزهة: سارة وجدتي راسك، راه بابا غيجي دابا إلا ما لقاناش موجودات غيخاص معه تاني، انتي عارفه كي داير. سارة: راه الزيف اللي بقى ليا وصافي. لالا نزهة: ديري شي حاجة لوجهك راه كيصفرا، غير شي حاجة خفيفة ما تكتريش. سارة: واخا. زوج دقايق ونكون لتحت. هبطت لالا نزهة وتبعتها سارة. بعد ما قادت راسها ودارت مكياج خفيف، وصل سي ابراهيم بدل حوايجو بالخف وتوجهوا للفيلا ديال عائله الشاوش. الحاجه زينه: مرحبا مرحبا، زيدوا الدار داركم. لالا نزهة: الله يكبر بيك، صلي على النبي، داركم عندكم زوينه تبارك الله. الحاجه زينه: عويناتك اختي. تجهل الصالون اللي كان في الطبقه الثانيه واللي كان حصري 100%. صار حضرت راسها وكتجاوب الحاجه على قد السؤال والحاج، والسي ابراهيم كيهضروا على الخدمه بحكم كيخدموا في نفس المجال. سي ابراهيم: ايوا ولدي، مراد فين هو؟ الحاج عمر: قال لنا باللي غيتعطل شويه في الشركه ديالو، عنده شي خدمه. سي ابراهيم: ايوا الله يسهل عليه. الحاجه زينه: مرجانه ومرجانه مرجانه العمل؟ لا. الحاجه زينه: سيري صوني المراد قول ليه راه الناس جاو، ولا قال لك قرب يجي بداو تحطوا في العشاء. سارة: نمشي نعاونهم خالتي. الحاجة زينة: لا بنتي، راه كاين هي وجوج بنات اخرين، لما تعذبي راسك، راهم قادين بشغلهم. مرجانة: لا راه قال لي بلي هو جاي في الطريق، نحط دابا ولا حتى يدخل. الحاجة زينة: حتى يدخل بنتي، وجدوا معكم صينية عسى يحطها مورا الدسير. دارت ليها مرجانة براسها واخا وخرجات. والسي ابراهيم والحاج مازال كيهضروا على الخدمة، حتى الحاجة ولا الذين كينقزوا من الموضوع الموضوع، وصارا كتشاركهم مرة مرة. مراد: السلام عليكم الجميع ما عدا سارة. وعليكم السلام. مشى يسلم عليهم، بس اليد ديال سي ابراهيم وباه واتجه لجهة الحاجة ولا لنزها، بس ليهم راسهم. ومن بعد شاف اتجاه سارة اللي سها عاوتاني في عيونها. سارة تحنحنات عاد فق مراد من السهوة ديالو، لقى عليها السلام مع ضحكة صفرة ورجع جلس حدا الرجال. شاف فيها وقال: جات سوينة جمعها الرمادي. دات مرجانة كتحط في الغداء، واش منك يا بسطيلات وشلايد بالأنواع والدسير متنوع وقلاص بالفواكه متنوع في الطباسل. وهاد الجلسة على الطاولات العشاء ضروري من سرقة بعض نظرها في الطرف الثاني، لا من ناحية سارة أو من ناحية مورال. إيوا عائلة الشاوش الله فيهم. وحطت لهم مرجانة صينية والحلاوي معاهم الفواكه المتجمدة. الحاج عمر: ايوا ندوزو المعقول، كيف ما كتعرفوا طلبنا منكم بنتكم ساره لولدنا مراد وقبلتو، ايوا اليوم بغينا نركبوا ليهم الخواتم. سي ابراهيم: كلامك هو الكبير الحاج. الحاجه زينه: مرجانه جيبي الخواتم، ما هي الا بضع ثواني حتى كتدخل مرجانه حامله الخواتم وعلبه مفتوحه فيها براس اليد ديال الدام. الحاجه: الله يرضي عليك بنيتي، يلا يلا ولدي. وكتشوف مراد وساره: يلا اجيو، وانت سي ابراهيم غتركب لهم الخواتم. بلسان مراد وقت العشاء كله كنفكر شي طريقه نقول ليها هادشي اللي عندي، ما فيقتني غام سهوتي الوالده اللي عيطات لينا نركبوا الخواتم. انا بشاه وعيني ديريكت ليها لقيتها متوتره وغير كتشوف في الارض. صافي نتجهنا لجهه الوالده، وقفت ساره قدامي وجا سي ابراهيم يركب لينا الخواتم بحكم ما نقدرش نركبوا ليها او تركبوا ليا حيت مازال ما عقدنا العقد، يعني ما نقدرش نمسها. انا ضحكت في نفسي حيت شحال من وحده قصه وفتو لي، وعمر شي وحده ما قالت ليا لا دين لا الدين ديالنا محرم هذا الشيء. دخل مراد هو يلقى ساره في وضعيه الدعاء، وهي ملي كتدعي دائما كتجلس واحد شويه كدوي مع الخالق ديالها، عندها هاد العاده من الصغر حيت كترتاح. بقى مراد كيشوف فيها ملي كتدعي، نزلت ايديها وكتشوف في السقف. بلسان سارة: ايوا شفتيهم اش دارو فيا، السمانة الجاية غيزوجوني يا ربي، واش محرمش عليهم؟
ولكن عارفك ما كدير شي حاجة أولا فيها خير لينا، وهذا غير امتحان ودي صافي غنسمح ليهم. واخا ما عرفتش السبب اللي خلاهم يديروا هكا، ولكن غنميك عليهم دابا. دابا يعرفوا غلطهم. حتى داك مراد المتكبر الاخر، مراد عاقد غباش حيتو اصلا ما عمرو كان متكبر، العكس متواضع وظريف، ولكن مع الجنس اللطيف وخصوصا في موضوع بحال هاد الزواج ما كيعرفش اش كيدير، حيت ديجا عنده فيه تجربة فاشلة. وفي هاد اللحظة شافته سارة من العين الانعكاس ديال المراية، وباين عليه قاع ما كيصلي. غير ملي شافت فيه خالتي بدوك الشوفات ملي بغيت نوض نصلي، باين مسلم غاب السمية. ايوا مصيرو يكون جهنم، هو بصراحة ما نبغيهاش ليه. ايوا صافي دبر راسو. مراد ما عرفش باش تبلع، مش غيدوي معاه، ولكن هذا الموضوع شغل باله من بعد. وتعرفوا فاش كان بغى يدوي معاه، كيفكر في جهنم ومصيره. وصلت دغيا رجع للصالون وصار كتهيأ. ملي شافته مشات نهدات ومشات تهيأ وكتدعي الله يهديه، حيت واخا داكشي اللي دار معاها ما كتبغي حتى واحد العاديه. مراد مشى جلس في الصالون وعقله ماشي معاه، تبعته ساره. وملي جلست وهي كتشوف فيه، شافت وجهه كيتبدلوا فيه الالوان وشدتها الضحكه، وفي نفس الوقت كتمنى داكشي يكون اثر فيه ويعرف باللي الطريق اللي غادي فيها ما مسلكاش. سي ابراهيم صافي خصنا نمشيو، شاف جهه لاله نزا يلاه يلاه نوض نمشيو. الحاج بقى مازال شويه. لاله نزا لاله صافي خصنا نمشيو بنتي يلاه. ساره واخا مشات تسلمات مع الحاجه وباس سيد الحاج، وصلت عند مراد اللي كان ساهي. سارة يلا بسلامة، ما ردش عليها. واسي مراد كيفاش باي سا، وسلم عليها بالوجه. جاب الله حتى واحد ما شافه. سارة اش درتي لا واش منيتك يسحب لك راني بحال دوك البنات اللي مولف. مراد سمحي لي ما رديتش البال. سارة خالة ماركة. تمشاو عائلة سي ابراهيم، وسارة ما عجبهاش تصرف اللي دار مراد، عارفه كان ساهي وما حساتش، ولكن ما بغاش تصرت ليها. مشات للدار بثلاث حوايج وغسلات وجهها وتلاحت ناس دغيا دا النعاس. اما البطل ديالنا وتقول واش داه شي نعاس بلسان مراد. دابا انا ما كنصليش وطامع في الجنه. ديك المعيزه كيقصد ساره حيت رقيقه عندها الحق، مصير جهنم. انا مسلم غاب السميه، ولكن اش غندير؟ كل مره كنقول غنتوب ولكن كنرجع كنعصى الله. تفكر سارة ملي كانت كتهضر مع الله تقعد بغات هو يدير بحالها كيشوف في السقف. دابا انا حشمت تنهضر معاك بسبب هذا الشيء اللي كندير. كان كمي كان شرب كان زني، ولكن عارف باللي انت غفور رحيم ياك غتسمح ليا. كيتصرف بحال ولاد صغار واخا عنده 30 عام، مازال واحد الطفل صغير داخله. صافي انا غنبدا نصلي ياك، ما غنبقاش نشرب وما غنبقاش نزني، ولكن الكارو خاصني شويه د الوقت، ولكن كان وحدك غنحيدو. بقى البطل ديالنا كيدوي مع الخالق ديالو حتى ود الفجر. نوض بحماس وضى وصلى دعا الله يغفر لي ويسمح له، وحس براسو مرتاح ومشى للسرير ينعس. مراد دابا ماشي انت بوحدك اللي كتصلي على المعزه. ايوا سي مراد نعس. سهره ماما انا خارجه للكوميساريه واش نعطي البصمات على ود لاكارت. لا ننسى نسينا كاع قضيه لاكارت، ولكن راه غتعطل و مازال كاع ما دخلتي ل 18. ساره راه قال لي با دوا مع واحد الراجل تما غيصوبها ليا دغيا، ومازال كاع ما دخلت 18 والورق اللي محتاجين قادهم بابا. ما كيتعطلش، ما عرفتش على الزرب هو والحاج عمر عمر. المهم دابا خاصني غير البصمات وراني غاديه الكوميساريه. دابا يلاه في امان الله. خرجت ساره بغات تمشي شويه عاد تشد الطاكسي. بلسان ساره بديت كنتمشى شي وكنحس بشي واحد تابعني. شفت من الجنب لقيتها طوموبيل بيضاء من نوع جيب. ايوا هي تشدني واحد مولاتي الخلعه، وبديت كنتمشى بالزربه حتى حسيت بالطوموبيل وقفات. وبديت كنتمشى بالزربه وقفات والباب تحل وتسد، وانا نضربها بواحد مولاتي الجري. كنجري ونقول ما جريت، نجري ونقول ما جريت، حتى حسيت بيد دورتني بالجهد وتزدحت مع صدر ديال شي واحد باين بفورمي. ساره بعد مني شكون انت؟ واك واك عباد الله.
مراد سد ليها فمها وبعدها عليه شويه باش يشوفه. وسكسيره غا بغيت نهضر معاك ساره. حيد ايدو. ايوا الله يمسخك، اش بغيتي تقول؟ مراد ملي صليت الدور قلت ندوي معاك في واحد الموضوع. ساره ايوا الله يتقبل. ايه انا بغيت ندوي معاك. مراد يلا بدا انتي عاد نقول انا. ساره واخا بغيت نقول باللي الا تزوجنا غنكمل قرايتي وشغل الدار غنديرو. نكون زوجة ولكن غيكون زواج على الورق وغنطلقو من بعد 6 شهور. مراد ما عرفش باش تملا، مش باش يعاود ليها على التجربة الفاشلة ديالو في الحب، وإلا تزوجو لا دار معاه شي تصرف تعذرو، ولكن تصدم من كلامها. ياك هو ما بغاش هاد الزواج، علاش تصدم؟ زير على سارة في كتفها، حسيت غرغرو عينيها ولحاها على طولها في صنقة ومشى اللوطو ديالو. سارة أي يدي واش نتا حمق، أجي فين غادي فين غادي؟ ود الحرام مشى وخلاني مليوحة ويدي وقيلة ترسات الله يا ربي. واحد المرأة كتسولها بنتي واش لاباس نعيط لومبيلونس؟ سارة نضت بصعوبة. لا خالتي غا شدي ليا عفاك شدي ليا في يدي حتى نوض. المرأة جاوبتها واخا بنتي. وبعد بضعة دقائق لقات المرأة طاكسي وعوناتها حتى دخلت ليها. سارة شكرا بزاف خالتي. والطاكسي فين غدا بنتي؟ سارة واش دابا نمشي للدار أو للكوميسارية؟ مول الطاكسي أشنو قلتي؟ سارة ديني الكوميسارية القريبة من هنا. مول الطاكسي واخا. تجهات البطلة ديالنا الكوميسارية، قدات غرضها وتجهات للدار ويديها عطيها صداع. لالا نزا بنتي شتك تعطلتي مالك شادة يدك؟ راه طحت على يدي في السنقة. واش نتي عورة؟ راه هو اللي مسطي. لالا نزا اش كتبرقمي تما؟ مهم اجي نشوف يديك. سارة اي قصحاتني قصحاتني غير بشويه. لا لا نسها راه يدك مفدوعه، غندلكها لك بالزيت وغنقول لبابا كيجيب شي بوماده وشي باندا من الفرماسيان. نمشيو عند البطل ديالنا اللي مشى معصب لدارو ودخل لبيتو. علاش علاش جالس هكا؟ علاش واش حتى واحد ما كيبغيني ولا كيفاش؟ كيضرب اللي جا قدامه. البيت رجعها حاله. انا مشيت نخوي عليها قلبي وهي شنو دارت، ولكن غاتسناي خاصنا نتزوجو في اقرب وقت باش نوريك مراد عليا اش قد. اسعد واش هادي اللي قلتي لي عليها خيبوعه؟ مراد اه. اسعد بنيتك صاحبي واش دري قرطاسه غبنت ليا مازال صغيره. مراد وراها البعلوكه عندها ديك 17 18. اسعد ويلي ما تقولهاش انت كبير عليها ب 13 عام. مرض وكاع ما عارف وقيلا حيت اصلا ما بيناش عليا. اسعد ايه اخويا سعداتك بها، انت بعدا غتكبر ما بين يديك ماشي بحالي كنحط كلمه ناول كتحط زوج. مراد غربا بيدي ماشي غتكبر ما بين يدي. اسعد ما سمعتكش. مراد يلا يلا ندخل لهذا المحل. ساره هاد الكسوه زوينه. ناول لا لا بدليها اما انا هاد الكسوه احسن. صار داك اللون ما جاش معاك بدلي. دخلوا بدلو وخرجوا. نوال يا اختي هادي جاتك كتحمق. صارت انت جاتك فنه. الحاجه جيتو عريستي كتحمقوا. صار ونوال شكرا اخاتي. لا لا نزها تبارك الله الله يحفظكم من العين. يلا 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 ها الا ساليتو نمشيو. صار نشري الشال وصباط ونمشيو. ايوا شراو البنات داكشي اللي محتاجين، وحتى الدراري شراو شي لبيسات لهاد المناسبه وصونام عليهم. اسعد انا الوليده صافي ساليتو. الحاجه اها ولدي تلاقاو في البلاصه اللي تفارقنا فيها. ايوا صافي نتلاقاو في ديك البلاصه وتفارقوا من بعد ما تبادلوا. نوال وساره النماري ومعاد غا كيخنزر فيها كيقلب غا امتى يتزوجوا يوريها عليا اش قاد. قد عائلة تشاوش مشاو لدارهم، ولكن سارة والأم ديالها كان عندهم مازال شي شغل. قادو وشدو تاكسي للدار. سي إبراهيم على السلامة. لا نزا راه تلاقيت بالحاجة وتلاهينا شوية في الهضرة. سي إبراهيم واخا راه لا كارت ناسيونال ديال سارة صافي خرجات، أصلا غدا نيت غتكمل 18 وراه دوينة مع العدول. غدا مع 9 الليل غيكون في الدار ديال الشاوش، والعشرة الصباح تكونوا واجدين نمشيو. لا لا نزها واخا واش غنديو معانا شي حاجه؟ سي ابراهيم لا لا والو غير الحوايج ديال ساره وصافي. لا لا نزها كيفاش حوايجها؟ واش غتبقى تما؟ سي ابراهيم اه راه دراج لها غتسني
دوز الحفلة وتبقى تما تتكمل قرايتها ونديروا ليها العرس ديالها. لنزهة تغرغر عينيها بالدموع، مشات ديال العشاء وما عارفاش كيفاش غتقول لسارة بلي هي غتبقى في دار راجلها. كان يسحب ليهم تيدوز العرس، ولكن ما تحتاج، سارة سمعت كلشي مشات كتجري لبيتها باش ما يفضحوهاش دموعها. بلسان سارة، صافي يا سارة صافي، غتزوجي بداك المسطي وغتعيشي معاه. صافي ها هما والديك لاحو كل داك الراجل. بدات كتجمع حوايجها في الفاليز، سالات ويلا ناضت كتنعس وهي تدخل على ماما. لالا نزا بنتي راه العشا واجد، وقبل بغيت نقول لك بلي سارة سمعت اش قال لك با، وراه جمعت حوايجي ما بغيتش نتعشى واخا تخرجي تخليني نعس. مراد غدا لالا سارة غدا تولي تحت يديها. يلا غمض عينو هو يشوف صورة البنت. اه صافي ما تبقيش تباني قدامي، عارف بلي كان بغيك ولكن انت ما كتسهليش. ما عرفتش كيفاش غندير نساك. جبد ليك يدار فيهم القران ونعس. الام وساره اويلي نوضي نوضي غتعطلي. ساره شحال في الساعه؟ الام وراه سبعة هادي. ساره واش حماقيتي، راه غنمشيو مع العشرة اصلا ديك غلبت حوايجي تما ديال العقد. اي وحده تعوضو نصو فايقيني. الام وراه هنا هو الصونات عليا وقالت لي لقات تليفونك طافي وكانت بغات تقول لك تمشيو اليوم في الصباح بكري للحمام. ومن بعد دوزو تحيدو ديك ديرو ديك لاغيس ولا لاسير. ساره واش لاسير؟ الام ايه، قالت لك على حسابها كادو ديالك ودابا نوضي راه غتجي من دابا شويه. ساره تنهدات الله يدوز هادشي على خير. نزلت الام كتوجد الفطور وساره لبست كسوه خفيفه ونزلت. يلا بدات كتفصل حتى كتدق عليهم نوال. الام نوال بنتي طلعي راه ساره واجده كتفطر. نوال لخالتي انا غنتسنى في الطوموبيل، قولي ليها غتسربي راه معطلين. الام واخا بنتي، واتجهت لعند ساره. راه نوال كتسناك لتحت يلا سربي. ساره فمها واخا واخا صافي هنا انا غادا بسلامه. الام اللي تسالي علميني باش نتلقى لك حدا الباب صافي وديري تليفونك حداك. ساره واخا ولكن التليفون دي شارجي. المهم شوفي غنصوني ليك من التليفون ديال نوال. اه وما تنسيش صوني الهاجر وعطيها العنوان، هي راه من العائله واختي خاصها تكون. واخا بنتي يلا يلا سيري ما تعطليش. ساره خدات واحد الصاك في حوايجها اللي غتلبس في العقد ونزلات. يلا غتسد الباب وتفكرت بلي صافي ما غتبقاش تعيش هنا. شافت في الدار نهدات ومشات لعند نوال الطوموبيل. نوال مالك صاحبتي تعطلتي؟ ساره وراه يلا فقت ولبس وفطرتي وهاني. نوال ويلي انا نهار العقد بزاف باش نعست، عرفتي شدتني واحد مولاتي الخلعه. ساره انا هاد الساعه ما شادني والو، المهم فين غاديين؟ نوال ايوا راه ليله عمرك هادي، خاصك تقادي وتكوني كتحمقي واخا انت اصلا في نيولة. احنا وصلنا شوفي حدا واحد الحمام تركي. يا سلام غنكونوا غير انا وياك وندير لك شي وصفات ومن بعد ندير لك لاسير ومن بعد ندوز للمكياج. ساره واخا شكرا بزاف ولكن اتفقوا من هنا المكياج خفيف. اه نخليو البنات ونمشيو عند سي العريس اسعد ونوض صاحبي تمني هادي وسي العريس وصرفقوا ونوض. مراد اش هادشي بعد مني صافي هاني نايض. اسعد اليوم العقد نوض نوض تقاد وراه الناس غيبداو يجيو. مراد اش غنقاد صاحبي تنتا؟ اسعد ونوض تقطع شويه شعرك وطراسي ديك اللحيه. مراد واخا سيدي ولكن نوضني نصلي ولبس حوايجي. اسعد ويلي مني متى انت بديتي كتصلي؟ شكون زيرك؟ مراد سلقت ليه الهضره بسبب ساره وليت كنصلي. اسعد هاي 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 سارة فهاد المدة القصيرة تغير رجعات كتصلي وتبارك الله عليها. مرض ولا راه ماشي هكاك اوف واش ما غتخلينيش توضى؟ سير لتحت عيطني تلعادي نمشيو كنا الكوافير. اسعد دغيا بدلت الموضوع هاني غادي. البطل ديالنا توضى وصلى ولبس لبسة من هادوك اللي شرا البارح ولبس ساعتو ورشم الريحة وخدا وراقو والكونتاكت ونزل عند خو وشافت امه. الحاجة صباح الخير وليدي العزيز واخيرا غادي نفرح بيك. معاد صباح النور الوالدة كصبحتي مزيان؟ سولها حيت هي والحاج باتوا البارح في القصر ديالهم ديال ولدهم.
الحاجة ايه يا وليدي، الحمد لله. ايوا بلا ما نعطلك، سير اخوك وعادي خرجوا برا كيتسناوك. ايوا خرجوا الدراري اسعد ومراد وصاحبهم عادي اللي عنده نصف الشركة ديال مراد. الكوافور يسكسفو على الحالة، وحتى نوال وسارة اللي تحموا تحميمة واعرة وداروا لاسيغ. سارة مسكينة كتبكي جات قاصحة من مول الفهاش ودازو الماكياج، الحاصل جاو كيحمقو. المهم كل شي فرحان إلا العرسان، مراد حين تقلبو متعلق بوحدة أخرى وخا ما كتستاهلش، وصار حيت داروها والديها في قفص وهي مازالت صغيرة وعندها أحلام. إوا البنات شادين طريق القصر. سارة يا قلتي غنمشيو للدار، وفين غدا دابا؟ راه واقيلا ماشي الطريق هادي. نوال لا، راه طريق دار مراد هي هادي. سارة واش ما غاديش لدار الحاج والحاجة؟ نوال لا صاحبتي، راه مراد معيش معاهم، غتعيشي بوحدك ومع راجلك. سارة بينها وبين راسها صافي مشيتي فيها، خالتي اللي كتمعول عليها تعتقني، الله غيدير ليا شي حاجه ما كاينه. صافي هادي اللي خلى ليك. نوال مالك حشمتي ولا؟ سارة لا لا علاش. نوال ايوا صافي حنا وصلنا. ايوا راه اسعد ومراد وصاحبهم يلاه جاو، بقينا يلا نزلو من اللوطو. سارة شافتهم وبلقات عينيها في مراد اللي كان جا تيتيز بالكوستيم والشعر مقاد واللحية متراسية. واش هذاك مراد؟ ناول شكون من غيره؟ سيري سيري راك ديتي الزين. خسرا يلا يلا. ايوا خرجوا البنات، وكانوا الدراري يلا خرجوا تاهما وكيدو حدا القصر. اسعد هالبنات يلا جا وقيلة. عادل ويلي واش هذيك يا سارة؟ وانت ما بغيهاش صاحبي. صافي انا غنهنيك وغنتزوج بها. مراد خنزر فيه ومشى شاف جهة اللي كيشوف فيها هو يتصدم. كانت آية في الجمال، لابسة كسيوة زوينة ودايرة مكياج خفيف زادها أنوثة وساعويناتها اللي كيضربو فيهم الشمس. أسعد وسد فمك راه الموت كدور. مراد زيد وندخلو. جبد عادل من يديه اللي كان واقف كيشوف فيها. أسعد دخلوا دخلوا نتوما، انا غنشوف مراتي. هاي هاي على البقوصات. نوال شكرا يا حبيبي. ايوا كي جاتك مرات خوك فين ياك؟ سارة مهبطة راسها حشمانة. اسعد جات زوينة غشافها مراد هو يحل فمو من نوال. شوف شوف كي حشمانة. اسعد جات زوينة غشافها مراد هو يحل فمو نوال. شوف شوف كي حشمانة. يلا 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 ندخلو، قتلني الجوع. هنا نهاية الجزء الثاني من القصة، نلقاو عما قريب مع الجزء الثالث، وما تنساوش ديروا لايك.